طيب خليني اقول لحضراتكم على حاجه. الحكام المصريين نفسهم وهما بيتفرجوا على المباريات بيتريقوا على الحكام الاجانب اللي بتيجي. يا جماعه من فضلكم هاتوا لنا حد نتعلم او الحكام يتعلموا منه او ما تجيبوش. هو هيحصل ايه اكتر من اللي حصل في مباراه النهارده؟ ايه اللي هيحصل في مباراه النهارده؟ وبالمناسبه في الجزائر وفي تونس وفي بلاد كثيره جدا في شمال افريقيا، الجزائر وتونس بيستعينوا بالحكام المصريين لاداره المنافسات الهامه جدا في الدوري التونسي مثلا. لكن من حق كل نادي ومن حق كل مجلس اداره نادي ان هو يختار هل هو عايز حكام اجانب ولا حكام مصريين، ويجيب الحكام الاجانب طالما اتحاد كره القدم او طالما القانون بيسمح بذلك. لكن انا بقول وجهه نظرنا ان تجيبوا لنا حكام كويسين الفئه ايه او الفئه الاولى، او ما تجيبوا لناش حكام اجانب 4-3 وماتش 4-3 واللي فات ده ايه؟ وريهولي كده سمير تاني من الاول معلش. لا استنى ده مصري يا اخي. لا يا اخي ده مصري، ده مصري بس متخفي. يا جماعه يعني ما تضحكوش الناس عليكم بجد والله. يعني الحملات دي احنا هنقف قدامها وهنفضل واقفين قدامها لغايه لما تنتهي تماما، لان احنا عندنا جمهور واعي وعندنا ناس واعيه وعارفه هي عايزه ايه. مش عايزين حاجه زي ما قلت لكم، من سيحدد من هو بطل الدوري هو النادي الاهلي، وتاريخنا وبطولاتنا دايما هي اللي بترد على مثل هذه الحملات. عملنا كده تقليل